انا والله ما قصدي اضايقك، بس انا هموت من الخوف. بتفكري في ايه طيب؟ السفر، عايز اخدها اسافر بعيد عن كل اللي بيحصل ده. وجوزك؟ انا وصلاح غالبا مش هنكمل. مش كده عايزه تسافري؟ لا يا ياسين، انا بعمل ده علشان خاطر بنتنا، ويا ريت انت كمان تحاول. قعدتك هنا ملهاش اي لازمه. اعمل ايه يعني؟ عايزين اهرب؟ اه، لو في اي طريقه تقدر تمشي بيها من هنا ارجوك اعمل كده. سافر، واحنا كمان هنسافر، مين عالم يمكن تيجي فرصه ونتجمع سوا تاني. صلاح، معلش يا هند اتاخرت عليكي، بس والله ما شفت الموبايل خالص لما كلمتيني. لا ولا يهمك، الممرضات بره بيقولوا لي ان حبيبه عملت غسيل معده. اه بس الحمد لله بقى كويسه دلوقتي. طيب الحمد لله. عرفت ان عبد الحميد الرفاعي مات؟ بقول الله يا يحيى. ونعم بالله يا احمد، ربنا يخليك. بقول الله فاروق بيه. لا مؤاخذه يا احمد بيه، احنا مش هناخد عزا غير لما تقبضوا على ياسين. ولا انتوا ناويين تسيبوه كده يقتل فينا واحد ورا التاني؟ والله يا فاروق احنا مش ساكتين، بس في حاجات غريبة بتحصل أنا شخصيا مش فاهمها. حاجات زي ايه؟ الدافع اللي خلى ياسين يقتل عمه، واشمعنى دلوقتي؟ ولو زي ما حضرتك بتقول إن هو عايز يخلص عليكوا واحد ورا التاني، ايه اللي ممكن يكسبه من ورا كل ده؟ والله يشدوا حيلكوا بقى وقبضوا عليه، وبسألوه الأسئلة دي كلها. الله يرحمك يا عمي، أنت وأبويا. منه لله اللي كان السبب في موتكم. تدعي لأخوكي؟ ومين قال لك بقى ان انا قصدي اخويا؟ هو مش ياسين ده يبقى اخوكي برضه ولا انا غلطانه؟ لا يا حبيبتي مش غلطانه، اخويا وبتشرف بيه كمان. بس اخويا ما عملش حاجه، واللي قال لك كده ضحك عليك يا ابلة. اللي اعرفه انه واخد حكم في قضيه والتانيه شغاله وكل الادله ضده. انا ياسين اخويا بريء، اخويا ما بيأذيش الغريب عشان يقتل القريب، واللي حصل ده متدبر له بفعل فاعل، وإن شاء الله هنعرف مين المؤذي قريب. ومين الفاعل ده بقى اللي دبر له ده كله؟ فاروق ابن قريبتك هو اللي المفروض يعرف مين المؤذي ويجيبه، مش هو كبير العيلة دلوقتي يا طنط ولا إيه؟ صح يا داليا؟